ننتقل إلى ملف عبد الله القرداش. ما كان دور قسد في القضاء على هذا الرجل؟ عندما كدريج أمجي سر كورد كنت بركو أوجي سر منذ مدة طويلة ونحن نعمل على تلك المسألة. قرداش كان المسؤول عن كل الأحداث التي شهدتها المنطقة في وقت المجزرة التي ارتكبت بحق الإزديين، فقد كان والي نينوى في الموصل. يعتبر قرداش أيضا عدو الكرد وعدو الجميع في المنطقة. عملية استهداف قرداش كانت بالتعاون بين قواتنا والقوات الأمريكية، ولكن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل عسكريا، لم ندخل إدلب ولم نشارك بشكل عسكري. كان دورنا مقتصرا على المساعدة اللوجستية والأمنية، لكن التدخل العسكري من قبلنا كان صعبا جدا.